في ناس كثير بتتعالج وبتتشافى إذا وضعت من قل التفاح الخل الطبيعي على كيلو من العسل، قدر فنجانين على كيلو من العسل، وتحركهم لما ينخلطوا مع بعض تأخذ ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار، فبالتالي بيخلص حتى الشباب والرجال من مشاكل الحيوانات المنوية بصورة عامة اللي هي الحركة وأيضا اللزوجة، فبالتالي بيستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى.